افتح الباب. الكشخ بعد ساكن الباب ويوهي. اوف انا ما بقول شيء. حياكم. هاي دخلتي في الاوبرا بتكم. هاي دخلتي اقول لك. هاي دخلتي. السلام عليكم. كيف الحال؟ كيف صحتك اخوي؟ تفضل. لا والله تفضل. ما اضحك معاك تفضل اخوي. تفكرون انتوا الموضوع مزاح وغشمره بس العريمي ما نشوفك تكشخ؟ ما لا لا العريمي ما منشل بوعيانه. لا العريمي اذا كشخ انت تحسب لحسابك. الله اني ما لا اخسر واكسر ولا ابقي شيء حتى الخاتم احسب لحسابه. ترى ما اي تركزت الحين. لا شفت في التنس. لا انا هذا راس منه قبل في تخطيط وفي شغل. قالت لي ان حر طول تداش يسود تجمع حراره. الله اكبر على ابليس. ايوه كي ابوك عقه ماكسيمم عقه ماكسيمم كان من كيسك ترى كم بريسر في الماكينه وانت اسمه تنسخ. مفردات صعبه هذه ما تقدر تجيبها اي الضحك له. المهم حبايبي حاليا متوجهين الى دار الاوبرا للحفل لان كثير متشوق له للامانه. يعني صار السنوات الماضيه وتصادف اني برا عمان، مره كنت في امريكا ومره في بريطانيا، وهالسنه لا موجودين. ان شاء الله نحضر ونتشوف ونستمتع وكل شيء رائع. يا حتى كرواتي رائع. الله يحفظني. يا الله اقول لك شيء معك البون ما ماكلين شيء ما بس يجي طوني يقولني هب ما شيء تمام رائع. ما شاء الله المكان زحمة. سيد واقف من هين ما شاء الله. على هالسمت كله لا تنسى شيء واحد بس. هذه أقول لك أنا وأسعد اللي بين كل حبيبي البلوشي ما قصرت حبيبي. ضبط النبي اي بي وتكتيك ما تكسر حبيبي. ما شاء الله المكان. السلام عليكم كيف الحال؟ طيبين؟ الله يعافيكم ان شاء الله. السلام عليكم. هنا عاد مكاننا. ها بسم الله. هنا على يمينك حبايب حبايب. يلا 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 حبيبنا وين شوي حبيب قلبي.